على مدار شهر كامل ويمكن أكتر من شهر بخمسة أيام، العالم كله كان بيتابع جهود مصر لإنقاذ القضية الفلسطينية ومنع مخططات تصفية القضية وإرساء حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه والدفاع عن أرضه والاستماتة في سبيل تحرير أرضه ووقف نزيف الدماء. مصر وضعت وأسست مسارات دبلوماسية ورسمية وشعبية للعالم كله، ويمكن بل وأكيد إن الدور المصري كان الأبرز والأهم في دفع الرأي العام العالمي الشعبي لتغيير موقفه، وخصوصا المؤسسات الدولية اللي أثرت مصر على موقفها. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع أمير قطر بيكمل هذا المسار، المسار الإنساني والسياسي والدبلوماسي، واللي بيأكد على أهمية دور مصر في حل القضية الفلسطينية. احنا معانا للتعليق على هذه المسارات وتحديدا المسار السياسي والإنساني الأستاذ إيهاب عمر، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ إيهاب، برحب بيك معانا يا فندم في التاسعة. أهلا وسهلا بحضرتك. لا شك أستاذ إيهاب إن احنا القمة المصرية القطرية قمة في غاية الأهمية من حيث الأسباب والدلالات وكمان العوامل المشتركة. تمام، هو الوساطة المصرية في الوقت الراهن يعني جاية في أدق مراحل الصراع العربي الإسرائيلي، لأنها تتصدى للسردية الإسرائيلية عن حتمية اجتياح قطاع غزة. السبب في كده في السردية الإسرائيلية هو الرهائن، فبالتالي مصر لما تتحرك الآن بصناعة هذه الوساطة لإطلاق سراح الرهائن، هنا احنا بنبدد ونفكك السردية الإسرائيلية، وبالتالي اليوم التالي بعد إفراج عن الرهائن هيبقى ليس أمام المجتمع الدولي إلا الذهاب إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار، وبالتالي فكرة أن إسرائيل بتروج للعالم أنها بتسعى إلى استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة عشان فرض تحرير الرهائن أو من أجل بعض الأهداف الإنسانية الأخرى، كل الكلام ده هيكون انتهى خلاص، لأن القضية الأساسية هي كانت الرهائن دي هتبقى انتهت خلاص. فالوساطة المصرية اللي بنقوم بها ومعانا دولة قطر، وأيضا استضافنا بالأمس بعض قادة ووفد من حركة حماس بتأتي في هذا المضمار. طبعا الجولة الحالية من الصراع العربي الإسرائيلي تثبت للعدو وقبل الصديق أن مصر هي المفتاح الأول والأخير والوحيد للقضية الفلسطينية. ويعني يكفي أن منذ شهر بدء هذه العملية يعني جميع اتصالات قادة العالم أجمع ومؤسسات العالم أجمع لا تتوقف بالرئاسة المصرية بالرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني هناخد بالنا من شتى في الأخبار، مهم جدا أنه تلقى الرئيس مكالمة هاتفية من فلان وعلان، وتقريبا السيد الرئيس لم يبادر بالاتصال، ولكن العالم أجمع دول إقليمية وعربية وإسلامية ودولية ودول عظمى بتقوم باتصال بشكل دوري للسيد الرئيس من أجل الاطمئنان وفهم مجريات الأمور في الشرق الأوسط. لكن ده بيأكد ده كمان يا أستاذ إيهاب على محورية مصر في القضية الفلسطينية تحديدا، وإن مصر هي حجر الزاوية. يعني حضرتك أشرت للقاء قيادات من حركة حماس، وكان في برضو لقاءات لقيادات حركة حماس في قطر، وبعدها رئيس جهاز المخابرات الأمريكية، وفي النهاية رجعنا تاني لمصر. مصر بيدور في فلكها كل الأطراف المعنية بحل هذه القضية. هي أي محاولة لصناعة قطب موازي أو قوة إقليمية أو مشاريع إقليمية موازية للدولة المركزية المصرية، أقدم دولة في التاريخ، ده أمر فشل تماما. وتحديدا يعني في الجولة الحالية من الصراع العربي الإسرائيلي يعني أصبح واضح للغاية أن كل المحاولات اللي حدثت في السنوات الأخيرة لإضعاف مصر أو لإضعاف الجبهة الداخلية أو لتسوير الجبهة الداخلية فشلت تماما، وأي محاولة لصناعة أي أقطاب إقليمية على حساب مصر أو القضية الفلسطينية أيضا فشلت، وأن مصر هي الإجابة على أي سؤال في الشرق الأوسط. إحنا النهاردة يعني بنسعى بشكل يعني حثيث أن إحنا ننهي الأزمة، وبعد كده خد بال حضرتك برضو المواقف المصرية لا تكتفي بموقف واحد، ولكن بعد كل مرحلة هناك موقف أكثر يعني قوة. يعني احنا اتكلمنا في بداية الأمر بأنه لازم العملية دي تنتهي، وبعد كده رفضنا البدائل الأمريكية والإسرائيلية، يعني اللقاءات التي وجهها السيد الرئيس إلى مدير المخابرات الأمريكية بأن احنا لا نقبل بوجود لحلف الناتو أو قوات حفظ السلام أو قوات دولية أو إدارة دولية أو إدارة مشتركة لقطاع غزة، ولكن احنا عايزين ننهي هذه الأزمة
بان تكون نواه لدوله فلسطينيه بدايه من قطاع غزه والضفه الغربيه. الثبات على الموقف المصري امام كل الضغوط اللي بتمارس من يوم 7 اكتوبر لحد دلوقتي، وبل كمان نجاح مصر في تاثيرها على الراي العام العالمي الشعبي. هنا ده استثمار، او احنا في موسم حصاد ما قام به السيد الرئيس على مدار 10 سنوات. 10 سنوات احنا كنا بنبني دوائر دبلوماسيه جديده، ان الدوائر القديمه لم تعد كافيه وتعود معظمها لادبيات الحرب البارده. ولكن احنا في اتصالاتنا الجديده، مثلا دائره الشرق المتوسط مع اليونان وقبرص، تلاقي زعماء الدولتين حضروا قمه القاهره للسلام. احنا اتحركنا على مدار 10 سنين في استغلال ملف الطاقه لصناعه علاقات متميزه مع دول حوض البحر المتوسط. تجد ان رئيس وزراء ايطاليا كانت حاضره، رئيس وزراء اسبانيا كان حاضر، ودول اخرى من المتوسط ايضا. تجد ان احنا كنا بنتواصل مع اوروبا الوسطى، مع غرب البلقان، ومع القوقاز. تجد ان الدول دي متواجده لاول مره تتكلم في القضيه الفلسطينيه في هذه الجوله. وبالتالي احنا ما كناش يعني ايه في العشر سنين الاخيره مهتمين بالقضيه الفلسطينيه، ولكن احنا كنا بنتحرك في كل مكان في العالم من اجل ان نؤسس رصيد نستطيع في مرحله لاحقه ان نستخدمه في القضايا المصريه والعربيه والاسلاميه الملحه وراثها القضيه الفلسطينيه. يمكن حضرتك اشرت استاذ ايهاب لبعد مهم جدا، ان قوه مصر الحاليه سواء السياسيه او الدبلوماسيه او الشعبيه لم تاتي من فراغ، ولكن يعني مجهود سنين طويله، سنين 10 سنين فاتت من العمل على ان مصر تكون قويه وقت اللازمه، وقت ما يكون الامر مستدعي ان مصر تقف وتقول كلمتها العالم كله يستمع ليها. القوه في هذا الزمن اصبح لها مفردات مختلفه عن فيما سبق. يعني لم يعد قوه السلاح فحسب، أو أن يكون عندك موروث حضاري، ولكن فكرة أن لديك يد طولة في الأسطول الشمالي والجنوبي، يجب أن يكون لك يد طولة في ملف الطاقة، وإحنا لا نتحدث عن الغاز وبس، ولكن أيضا في ملف الكهرباء وتنفيذ الكهرباء، وفي ملف البترول أيضا، يجب أن تكون لك يد طولة أو لك ملف مهم في الوساطات الدولية في أماكن بعيدة. يعني السيد الرئيس هذا العام للمرة الأولى كرئيس مصري يزور بلاد القوقاز، بنتكلم على أرمينيا وأذربيجان. يجب أن تكون لك اتصالات مع قمة العشرين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهت له 3 دعوات لقمة العشرين، وفي قمة السبع جراد قمة أوروبا الوسطى. فبالتالي هذا التنوع في العلاقات، واللي كان للأسف بيتم يعني اطلاق لجان الكترونيه للحديث عن ضد هذه الدوله، تقول لك انت رايح هذه الدوله دي ضعيفه. لا، الدوله دي مش ضعيفه، الدوله دي ليها صوت في جامعات الامم المتحده، ليها مقعد دوري في مجلس الامن، ليها اتصالات وليها ارث ملف الطاقه حتى بالاقليم اللي بتكون موجوده في جغرافيا. وبالتالي ما هو انت في هذا الزمن لما بتحب تعمل تحالف، ما انت لازم هتجمع الدول البعيدة والتي تراها مشال تؤلف هذا التحالف الكبير. فبالتالي مصر على مدار 10 سنوات استطاعت أن تؤسس لنفسها قطبا دوليا في هذه المنطقة. نحن لا نتبع شرق ولا غرب، لسنا محسوبين على أي معسكر ولا حد، ولكن مصر قطب دولي في حد ذاته ومعسكر دولي في حد ذاته. نقدر نستفيد إيه من الزاوية اللي حضرتك أشرت ليها دلوقتي، إن في بعد نظر في تكوين العلاقات، في بعد نظر في تحركات دبلوماسية على مدار 10 سنين، الفترة اللي جاية بقى احنا كشعب وكمطلعين على الرأي العام، ايه الرسائل اللي احنا ممكن نستفيد منها في الفترة القادمة؟ والله يعني الكلام حضرتك في البداية كان مهم جدا، فكرة بعد النظر. لان انا اعتقد ان منذ عام 2020 حينما جاءت الجائحة والى التطورات اللي بتشوفها النهاردة، ومرنا بالحرب الأوكرانية ثم مرحلة طوفان الأقصى، اعتقد كل المصريين تفهموا ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عنده بعد نظر يعني هائل، ان احنا كان بيتم اعدادنا فعلا على مدار سنوات لهذه المرحله، وان المساله ما كانتش عشوائيه ولا صدفه، ولكن كان السيد الرئيس يبني جمهوريه مصريه قابله للحياه.
فبالتالي الفترة الجاية مطلوب مننا إيه؟ مطلوب مننا على سبيل المثال، وده أهم حاجة في أقرب استحقاق انتخابي وانتخابات الرئاسة، أنت النهاردة مش هتنتخب رئيس، ولكن أنت هتبايع قائد في مرحلة مهمة جدا، لازم العالم كله يعرف أن هذا الرئيس وهذا القائد خلفه شعبه. أنت النهاردة في منطقة حرب، ولا يخفى على أحد أن هناك محاولة يعني حقيقية وشرسة للغاية لجر مصر إلى يعني اشتباك عسكري أو تصير أخيرة. يعني طارة يعملوا لك مشكلة في ليبيا، مرة في السودان، مرة في أثيوبيا، طب مرة يقول لك روح سوريا حفظ سلام، طب روح اليمن حفظ سلام. أمنية حياة أهل الشر على مدار 10 سنوات إن هم يحاولوا يعني يذهبوا بنا إلى هذه المغامرة. وبالتالي أنت في هذا الظرف الإقليمي والدولي التاريخي ليست مجرد انتخابات رئاسية عادية، ولكنها يجب أن تكون مبايعة شاملة تظهر للعالم حقيقة تكاتف الرأي العام والجبهة الداخلية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، الأستاذ إيهاب عمر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا.